بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم تعلما وتعليما لله عز وجل. والمراد بالعلم الذي وردت به النصوص في فضله والثواب عليه ورفعة أهله وكونهم ورثة الأنبياء إنما هو علم الشريعة عقيدة وعملا، وليس علم ما يتعلق بالدنيا كالحساب والهندسة وما أشبه ذلك. المراد بالعلم العلم الشرعي الذي جاءت به الشرائع، هذا هو العلم الذي يثنى على من أدركه وعلى من علمه وتعلمه. والعلم جهاد في سبيل الله، وهو عدين له في كتاب الله، وعليه يبنى الجهاد وسائر الإسلام، لأن من لا يعلم لا يمكن أن يعمل على الوجه المطلوب. ولهذا قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني لولا نفر في الجهاد من المؤمنين من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعدت طائفة أخرى، ليتفقهوا أي الطائفة القاعدون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أي رجعوا من الغزو، لعلهم يحذرون. فجعل الله تعالى الفقه في دين الله معادلاً للجهاد في سبيل الله، بل هو أولى منه، لأنه لا يمكن أن يجاهد المجاهد ولا أن يصلي المصلي ولا أن يزكي المزكي ولا أن يصوم الصائم ولا أن يحج الحاج ولا أن يعتمر المعتمر ولا أن يأكل الآكل ولا أن يشرب الشارب ولا أن ينام النائم ولا أن يستيقظ المستيقظ إلا بالعلم. فالعلم هو أصل كل شيء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا فرق بين المجاهد الذي يسوي أفذاذ قوسه والذي يسوي قدر قوسه، وبين طالب العلم الذي يستخرج المسائل العلمية من بطون الكتب. كل منهم يعمل للجهاد في سبيل الله وبيان شريعة الله لعباد الله. ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله باب الجهاد بباب العلم، ليبين أنه مثله، بل إن بعض العلماء فضله على الجهاد في سبيل الله. والصحيح أن في ذلك تفصيلا، فمن الناس من يكون الجهاد في حقه أفضل، ومن الناس من يكون طلب العلم في حقه أفضل. فإذا كان الرجل قويا شجاعا مقداما لكنه في العلم بضاعته مزجاه، قليل الحفظ قليل الفهم، يصعب عليه تلقي العلم، فهنا نقول الجهاد في حقه أفضل. وإذا كان بالعكس، رجل ليس عنده تلك القوة البدنية أو الشجاعة القلبية لكن عنده حفظا وفهما واجتهادا، فهذا طلب العلم في حقه أفضل. فإن تساوى الأمران فإن من أهل العلم من رجح طلب العلم، لأنه الأصل ولأنه ينتفع به الناس كلهم، القاصي والداني، وينتفع به من كان حياً ومن يولد بعد، وينتفع به صاحبه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة:
صدقة جارها أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وجميع الناس محتاجون للعلم، الأنبياء وغير الأنبياء كلهم محتاجون للعلم، ولهذا أمر الله نبيه أن يقول: وقل ربي زدني علما، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. فالرسل محتاجون إلى العلم والزيادة فيه. وإلى سؤال الله عز وجل أن يزيدهم منه. فمن دون العلم فمن دون الأنبياء من باب أولى. فجدير بالعبد أن يسأل الله دائما أن يزيده من العلم، ولكن إذا سأل الله أن يزيده من العلم فلا بد أن يسعى في الأسباب التي يحصل بها العلم. أما أن يقول وقل رب زدني علما وهو لم يفعل الأسباب، فهذا ليس من الحكمة ولا من الصواب. هذا كمن قال اللهم ارزقني ولدا ولا يتزوج، من أين يأتيك الولد؟ فلا بد إذا سألت الله شيئا أن تسعى بأسبابه التي يحصل بها، لأن الله حكيم. قرن المسببات بأسبابها. وفي هذه الآية وقل رب زدني علما دليل على فضل العلم. لم يقل الله لنبيه وقل رب زدني مالا، بل قال له وقل رب زدني علما، وقال له في الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله على بصيرة. والعلم الشرعي ينقسم إلى قسمين: قسم فرض عين يجب على كل إنسان أن يتعلم، وقسم آخر فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن بقية الناس، وقسم ثالث يتفرع عن الثاني سنة، وهو ما إذا قام بالعلم من يكفي فيكون للباقين سنة. أما العلم الفرض العين الذي يجب على كل إنسان فهو أن يتعلم الإنسان ما يحتاج إليه في أمور دينه الواجبة، كأن يتعلم ما يتعلق بتوحيد الله وبيان ما ينافيه ويناقضه من الشرك كله جليه وخفيه صغيره وكبيره، لأن هذا مفروض على كل أحد. كل إنسان يجب عليه أن يعرف توحيد الله ويوحد الله تعالى بما يختص به جل وعلا. كذلك أيضا الصلاة، الصلاة المفروضة على كل أحد لا تسقط عن المسلم أبدا ما دام عقله ثابتا، فلا بد أن يتعلمها ويتعلم ما يلزم لها من طهارة وغيرها حتى يعبد الله على بصيرة. الزكاة لا يجب تعلمها على كل أحد، من عنده مال وجب عليه أن يتعلم ما هو المال الزكوي وما مقدار النصاب وما مقدار الواجب ومن الذي تؤتى إليه الزكاة وما أشبه ذلك. لكن لا يجب على كل واحد أن يتعلم الزكاة إذا كان فقيراً، فلماذا نوجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وهو ليس عنده مال؟ الصوم يجب تعلمه على كل أحد، يجب أن يعلم الإنسان ماذا يصوم عنه وما هي المفطرات وما هي نواقض الصوم وما هو منقصاته وما أشبه ذلك. كل إنسان يصوم يجب عليه أن يتعلم ذلك. الحج لا يجب على كل أحد أن يتعلمه، وإنما يجب أن يتعلمه من استطاع إليه سبيلا حتى يحج على بصيرة. ومع الأسف أن كثيرا من الناس لا يتعلمون ما يجب عليهم من أحكام دينهم فيقعون في متائه، ولا سيما في الحج. وما أكثر الذين يسألون عن الحج
وتجدهم قد وقعوا في خلل كبير لأنهم لم يتعلموا قبل أن يعملوا. البيع مثلا، أحكام البيع لا يجب على كل إنسان أن يتعلم أحكام البيع، لكن من أراد أن يتجر ويبيع ويشتري لا بد أن يتعلم ما هو البيع الممنوع وما هو البيع المشروع حتى يكون على بصيرة من أمره وهلم جرا. فتبين الآن أن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين، الأول فرض عين والثاني فرض كفاية. وفرض الكفاية يستحب لمن زاد على من تقوم به الكفاية أن يتعلم ليحفظ شريعة الله ويهدي الله به عباده وينتفع الناس به. ولا شيء أشرف من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علم. ربنا عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: قل رب زدني علم. الرسول عليه الصلاة والسلام محتاج إلى زيادة العلم، فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا، بل قال له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ومما يدل على فضل العلم قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعني قل للناس قولا عاما: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب مفهوم، انه ايش؟ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا امر منتفي بمقتضى طبيعه الانسان وفطرته، أنه لا يستوي الإنسان الذي يعلم والذي لا يعلم، لكن الله سبحانه وتعالى ذكره على صيغة الاستفهام ليكون متضمنا للتحدي، ليكون هذا النفي متضمنا للتحدي. يعني هات لي أحد يقول إنه يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا أحد يقول بذلك، ولا يمكن أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أبدا. حتى في أمور الدنيا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية الثالثة: لا الثالثة، نعم. وقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا أيضا يدل على فضيلة العلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا يعني قوموا وارتفعوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا دخل إنسان والمجلس مستك بالجالسين وقال تفسحوا فليفسحوا له، يفسح الله لكم يعني يوسع لكم الأمور، لأنكم أسعتم على هذا الداخل فيوسع الله عليكم، لأن الجزاء من جنس العمل. فمن عامل أخاه بشيء عامله الله تعالى بمثله. إن أيسرت على معسر يسر الله عليك، إن فرجت عن مؤمن كربة فرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، إن أعنت أحدا كان الله في عونك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولهذا قال: افسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني قوموا قوموا. وفي هذا دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يقول للجماعة الذين عنده: انشزوا اخرجوا بارك الله فيكم انتهى شغلكم. ولا حياء في ذلك، لا حياء في هذا، ولا غضاضة على الإنسان. حتى الجلوس لا ينبغي لهم أن يكونوا ثقلاء لا يقومون إلا إذا قيل قوم. ينبغي للإنسان أن يخفف الجلوس عند الناس ما استطاع، إلا إذا علم من صاحبها أنه يحب أن تبقى عنده فلا بأس، وإلا فالأصل أن لا تطيل الجلوس عند الناس، لأن الناس قد يكون لهم شغل ويستحيون أن يقول قم.
لكن من قال قم فلا حرج عليه، حتى إن الله عز وجل قال لجلساء نبيه الذين يجلسون عنده بعد أن ينتهوا من الطعام، قال لهم سبحانه وتعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. يعني معناها إذا انتهيتم من الطعام فاخرجوا لا تجلسوا، فإن ذلك يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. فإذا قيل انشزوا فانشزوا. ومثل ذلك أيضا إذا استأذن عليك أحد في البيت ففتحت له وقلت ارجع ما فيه جلوس الآن فلا حرج عليه، كما قال الله تعالى: وإن قيل ارجعوا فارجعوا وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلكم أزكى لكم. بعض الناس إذا رديتهم عند الباب يشرى ويغضب، والله يقول: ذلكم أزكى لكم، أحسن أن ترجعوا، يعطيكم الله زكاء يزكيكم عز وجل. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يعين عز وجل الدرجات، لأن هذه الدرجات بحسب ما مع الإنسان من الإيمان والعلم. كلما قوي الإيمان وكلما كثر العلم وانتفع الإنسان به ونفع غيره كان أكثر درجات. فهلم فأكثر، قوي إيمانك، أكثر من طلب العلم، أكثر من بث العلم ما استطعت، فإن الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفعني الله وإياكم بذكره وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.